كنت هنا في عمان في مكتبي في عمان، كنا جالسين، واحد منهم يعني رجل مخابرات سابق ويبدو فاهم الشغلة شنو يجوز أكثر من عندنا، قال لي بالنص حتى أكون ده، قال لي خالي عندي نصيحة لك. قلت له شنو؟ قال تترك لجنة النازحين من بداية استلام الملف له. قلت له ليش؟ قال بعدين يتهموك بالفساد، انتفضت من كل عقلي وزعلت علي زعل قوي جدا. ها قلت له لك انا يتهمون بالفساد، انا صالح المطلق، انا محمد، انا اللي ايام الحصار كنت اوزع اموالي والمزارع كلها مفتوحه للناس، اللي ياخذ بفلوسه بالسعر الرسمي واللي ما ياخذ ياخذ بلاش. انا اتهم بالفساد واخذ فساد من اموال النازحين ذول المساكين؟ تريدون اسلمها الناس فاسدين حتى يبوقوهم حتى ترتاحون؟ قال خال انا العفو العفو، انا علي قلته وانا في امان الله. شفته بعدين وراها لو ما شفته؟ شفته واعتذرت منه.